كان من حديث عامر بن الضرب أنه زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الضرب، فلما دخلت عليه نفرت منه ولم ترده، فأتى ابن أخيه إليه فشكى إليه ذلك، فقال له: يا ابن أخي، إنها وإن كانت ابنتي فإن نصيبك الأوفر عندي، فاصدقني فإنه لا رأي لمكروب، وإن صدقتني صدقتك، إن كنت نفرتها فاحفظ عصاك عن بقرتك تسكن، وإن كانت نفرت عنك من غير تنفير فإنه الداء الذي لا دواء له، وإلا يكن وفاق ففراق. فقال له: إنني لم أنفرها. فقال له: إن أجمل القبيح الطلاق، ولا نرضى بأن تترك أهلك وتخسر مالك، وقد خلعتها منك وأعطيتك مهرها وهي فعلت ذلك بنفسها. فيزعم العرب أن هذا كان أول خلع في قبل الإسلام في العرب.